السلام عليكم الإخوان عبر العالم، معكم عزوز مصطفى من مدينة أزمور ممثل المحلات التجارية. كما تشاهدون هنا في الساحة ما يقارب سنتين ونحن نعاني حصارا خانقا وأزمة لم يسبق لها مثيل. كما تكلمنا في هذا الموضوع مع الجهات المحلية المنتخبة والمسؤولة، ولا حياة لمن تنادي. واليوم من هذه المنصة نناشد جميع المسؤولين المحليين والإقليميين والوطنيين، ونناشد صاحب الجلالة في هذا الأمر باش تاخذ حلول ضد هذه المهزلة التاريخية. خويا احنا من تجار مدينة أزمور، تجار اللي مضرورين. احنا ماشي عاد التجار اللي مضرورين، احنا المدينه كلها مضروره، الساكنه مضروره، كل شيء مضرور. احنا حتى حاجه ما مزيانه في هذه المدينه، لا طرقان مزيانين، لا ساحه مزيانه، لا حتى شي حاجه مزيانه في هذه المدينه. احنا عينا ما نصبروا، صبرنا، جا الوقت اننا نهضروا. احنا تنهضروا بسلميه، احنا ما باغيين حتى شي حاجه، احنا راه مسالمين. احنا تنطلبوا حوايجنا، تنطلبوا حقنا. احنا اليوم سدينا، اليوم سدينا محلاتنا كأساس أننا تكون واحد الاحتجاجات اللي سلمية. الحمد لله كاع الناس استجبوا إلا بعض البعض، شغلهم هذاك. حنا غنبقاو مصعدين الحمد لله تيتحققوا لنا المطالب ديالنا، وهذا الشيء ما كاين آخر. الله يسر، الله يكون يكون خير إن شاء الله. من هذه الساحة، هذه الساحة اللي عانوا منها الناس ديال أزمور، وبالخصوص بالخصوص التاجر الأزموري. حنا كنعرفوا كلنا ملي كيدور بحال هكا الزن وكتبدا الاشغال كيفاش كتولي الغبره. راه السلعه حنا شفنا فيديوهات اللي تسجلوا وشفنا الناس كيفاش كتعاني. راه الناس قال لك ولينا كنضطروا نحلفوا للناس بان السلعه باقا جديده، كنحلفوا للناس ان السلعه ديك الغبره اللي فيها راه بسبب هاد الساحه هادي. حنا ما عرفناش هاد الساحه امتى غادا تنجز. راه صافي التاجر الازموري راه تقهر. ماشي باش نعرقلوا السير، باش نطالبوا بحقنا. كان بامكان الامن يدير طريق اخرى. ناخذ واحد الكلمه. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.